السلام عليكم الحباب، مرحبا بكم في القناة دعاء منار. كنرحب بالناس جداد وغير واحد الملاحظة، بزاف ديال الحباب اللي بغاو يتابوناو عندي وما كيلقاوش القناة بسهولة، فلهذا نقصت من السمية وليو دو غوسي دعاء منار فاسيل درت غير دعاء منار باش يلقاوها بسهولة. وهذا الشيء كيفرحني بصراحة وكيشرفني بأن العائلة غادا وكتكبر ان شاء الله وما غادي يكون غير جديد. وكنشكركم بزاف وكلمة الشكر قليلة في الحق ديالكم. ودابا ان شاء الله غادي جبت لكم واحد الأكلة سريعة ونخليكم مع المقادير. المقادير ديالنا اللي هما ساهلين يعني موجودين في اي بيت، عندنا الحليب، واحد البصله مشلضه، شويه ديال الزبده، شويه ديال الربيع، شويه ديال الملحه مع البزار، عندنا الفرماج، عندي جوج ديال لي موديل، تقدروا تعوضوهم بالفرماج لافاش كيري، شويه ديال الطحين باش نديروا لا بيشاميل ديالنا، وعندنا الفخوي دماغ يعني على حسب كل واحد وشنو يقدر يدير. ديروا غير الحوت العادي، لا ما كان حتى شي مشكل. ونخليكم مع التحضير ديال البيشاميل. دابا الزبده ديالنا بعد ما دارت هاد الفقاعات هادو غادي نزيدو الطحين، كنزيدو الحليب شويه بشويه ونحركو باش ما يديرناش ديك لو غريمو. هانتوما الحباب، بعد ما زدت شي شويه ديال الملحه والبزار دابا غادي نزيد عليه الفرماج. الفرماج ديالي ونخرج واحد جوج دقائق وغيكون واجد. وبقاو معانا حتى نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال السمك. درنا دابا البصله ديالنا شي شويه تقلات وزدنا عليها هاد لي فخوي دماغ، زدت عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الثومه. بعد ما خلطنا البيشاميل ديالنا غادي نعمرهم في هادو اللي كيدخلوا الفران. نديرو الفرماج كامل واحد شويه، نديرو التزيين شويه هكذا ديال ندخله الفران ونخليكم معايا مع طبق نهائي. طبق التقديم ان شاء الله ها هو دابا راه دخلنا شي شويه للفران، غير لما طابنا ديك الخليط والفرماج على ما دابنا. وها انتم تبارك الله كي غزال تيجي فن صراحه. انا فايته درتو ماشي مره ماشي واش كيعجبنا. بسم الله. والله العظيم الا غزال وبنين وكيستحق التجربه ان شاء الله. تجربوه وتردوا عليا بالكومونتير، وما تنساونيش باللايكات بالكومونتير، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. يلا السلام عليكم، وتسناوني فيديو الماجي ان شاء الله.